ألقت الجهات المختصة القبض على عصابة تمتهن تزوير الأنصات الذهبية وترويجها وبيعها في مدينة دمشق. بالمتابعة الأمنية لعصابات ترويج الذهب المزور بداخل القطر، توفرت معلومات مؤكدة إلينا بنشاط عدد من الأشخاص بمجال تهريب أنصات الذهب المزور، وعلى الفور تم اختراق نشاط تلك الشبكة وتوقيف 5 من أفرادها وضبط 275 قطعة أنصة مزورة بحوزتهم. وما زال البحث والملاحقة جاري بحق باقي المتورطين بالموضوع، وننصح جميع الأخوة المواطنين بعدم شراء الذهب أو أنصات الذهب إلا من محلات وسوق الصاغة بموجب فواتير نظامية ضمانة لحقوقهم وممتلكاتهم مزورة بنسبة 100%. نسبة التزوير 87% نحاس و13% زنك، لا تحتوي معدن الذهب نهائياً.